السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ ناس المغرب، وتحيه للناس اوروبا. كي دايرين؟ مع الصحه وكلشي مزيان؟ حنا كنا تغيبنا عليكم مع الخدمه ومع شي مسائل، وحنا عقبنا من جديد ان شاء الله. حنا تنوريكم في الزيتون دابا، الطريقه دابا ديال الزيتون، ديال الجني الزيتون دابا. ايوا حنا جينا ان شاء الله باش نديرو الزيتون زنيو. ايوا انتما نوريكم الطريقه، تبعوا معنا الطريقه. حنا دابا في السقي، حنا عام وحنا تنشطاو فيه. انتما كما تشوفوا معنا الاخوان، دابا تنسقيو في الزيتون، ودابا الزيتون اللي ما تسقاش كيطيح. ها انتما كما كتشوفوا، وريهم هذا. ودابا اللي تتكون بحال عطشانه تتعطش كطيح. ودابا هذا ضايع، دابا تيضيع علينا حنا في الفيرما، تيضيع علينا الزيتون. وانتوما كيما كتشوفوا معنا، ها الزيتون اللي الزيتون اللي مزيان هذا، راه كله باقي ما طابش، فهمت؟ ودابا اللي تيطيح تتكحل تطيح. دابا داك اللي تيطيح غير ضايع، ودابا تيبقى هكاك لتحت ما كنستافدوش حنا، فهمت؟ والحمد لله الزيتون هذا العام عطى نتيجه مزيانه، وبالادويه والخدمه، تيبغي الخدمه خدم. وها انتم كما تشوفوا معنا، شو تبارك الله الخير، هذا الشجره المباركه. وانتم الاخوان، حنا كنا تغيبنا عليكم ومع روتين ديال الخدمه، وكانوا عندنا شي ظروف، كانت الدنيا كامله عامره مشاكل، وبنادم جري ليا نجري عليك. ودابا طلقنا الوقت وحنا درنا لكم واحد الفيديو. وكنطلب تحية لأختي نوال من بريكشيل، مسكينة كتسول فينا، وتحياتي ليها، ومرحبا بالجميع. واللي خاصو شي حاجة مرحبا، احنا غنخليو لكم كومونتير في التليفون، وغيقاد لكم مسائل. اللي خاصو شي حاجة مرحبا بيه، راه كاين الجودة، كاين الثمن مزيان، وكل شيء. حنا تنبغيو نتعاونوا، دابا المعاونه، دابا الدنيا خاص بنادم يتعاون. واللي خاصو شي حاجه مرحبا يتصل بيا، ويخلي شي كومونتير تماك، ومرحبا. دابا الاخوان، دا كما كتشوفوا معنا، دابا راه كنت غنزني في هذه السيمانه، والسيمانه 6 الدراري اللي غيخدموا معنا ما مفارغينش، وتلينا حتى للسيمانه الاخرى ان شاء الله. وغادي نخصني بنادم شويه، الدراري بزاف، شي 15 ولا شي 20 دري، باش نزنيو ان شاء الله هاد الزيتون. ونهار نبغي نزني راه نديرو لكم فيديو، وتفرجوا معنا ونشاركوا معكم كلشي. واللي خاصو شي حاجه يخلي لينا كومونتير ديالو، ومرحبا توصيل. وداك الشيء زعماتيك راه بحال ديالو، داك الشيء راه ناضي، ما كاينش اللعب. وبسلامه عليكم، وتحياتي لكم، الله يعاونكم الاخوان.